إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري. هذا نداء بطبيعة الحال اللي كنوجهوه لولاد الخير، كنوجهوه للناس المحسنين وذوي القلوب الرحيمة، كنوجهوه للناس اللي كتعاون وكتقدم يد العون. هاد الأم اللي عانت ولا زالت تعاني في الصمت، هاد الأم اللي كتعاني في الصمت للأسف الشديد بسبب المرض اللي هلك الصحة ديالها، بسبب المرض اللي للأسف الشديد دمر لها الحياة ديالها وما عقل عليها حتى شي واحد. نتمنى من اي واحد شاف هذا اللايف هذا انه يبارطاجيه على اوسع نطاق، لاننا بغينا نتعاونوا، بغينا نقدموا يد العون لهذه السيده اللي كتعاني ولا زالت تعاني في الصمت. بغينا بطبيعه الحال نوصلوا الصوت ديالها للجهات للمحسنين وذوي القلوب الرحيمه اللي كيتعاونوا كيقدموا يد العون. لايف صادم بكل المقاييس وبالدموع للاسف الشديد. بارطاجيه على اوسع نطاق، بارطاجيه اخوتي لان الدال على الخير كفاعل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو الحكايه ديالكم؟ ماما طلقت با ملي كنت صغيره، ملي كانت عندي عام، ملي كان عندي عام وشي حاجه، سمحت فينا وربتنا حنا. انا بعت الميكا وزيت الخضره من المارشي وتكرفص، قرايتي ما كملتهاش، با ما بغاش يصرف على امي، قرايتي ما كملتهاش. ملي كبرنا شوية قالوا لنا راه عندكم ماماكم هنايا، ربنا أنا واحد ختي ومشينا عندها. ديك الساعة قالت لنا أنا ما عندي ما ندير بكم بجوج، مشات قلبتنا في الديور. أنا بنت 10 سنين وأنا كنخدم في الديور، خدمت صغري ما عرفتش الصغر كيفاش داز، خدمت كنت كنخدم في الديور. ما عرفتش الصغر ديالي كيفاش داز، ما عرفتش الحنان الأب ولا الحنان الأم. بو تجوج وماما تزوجت، حتى واحد ما قال علينا. ملي هربنا وجينا عندها قالت لنا انا راجل ولد الناس ما بغانيش، ما بغاكمش. دبرتنا الخدمه في الديور، اختي كانت كتخدم بعيده، انا كنت كنخدم معايا في العرايش. كملت 14 عام جوجاتني قالت لي ما تبقايش معايا، تزوجت. انا من 14 عام قال شي حاجه تزوجت، ولات وليت طلقت. ما كنتش كنعرف المسؤوليه كيفاش دايره. المهم طلقت، ما تفهمتي ما طلقت. هذيك السنه كمشيت عند ماما باقي ما كملتش العده، بقى في الشهر اللي طلقت فيه قالت لي لا ما تبقايش معايا خصك تولي تزوجي. مشات عاوتاني دبرت لنا شي راجل، واحد اخر واحد راجل كيعرف الراجل ديالها وجابته. هذيك الساعه جابته قالت لي خصك تعطي العيل لولد لباه وانت تزوجي. عاوتاني تزوجت، مشيت عند الراجل لقيتو كيضرب، غير عشيته كيضربني، كيبقى يضربني براسو، كيطيح في الارض، كيشدني من شعري، كيبقى يشطب بيا الدنيا، وكيبقى يقول كنايم. ولات بقيت كنولد معاه، ولات 4 العيال والبنت. دابا هاد الراجل يدير عقلو، دابا يدير عقلو، يولد يشوف العيال زعما ويدير عقلو، ما بغاش يدير عقلو. عين هراوه ما كيجبر حتى شي واحد اللي يهضر عليا ولا اللي يجي عليا. اللي كنهرب كنمشي عند ماما، كيجي عندها كيجي بلا الصخرة يبقى يهضر معاها وتقولي نوضي سيري مع راجلك. المهم طلقت، سمحت له في كل شيء، هزيت ولادي وخرجت، مشيت عند ماما عطاتني بالبراكه في السطح، بيت مغطي بالزنك في السطح. هذيك الساعه ولادي ما حملوش ديك المنظر، هربوا الكره ومشاو عنده، وبقات معايا البنت الصغيره. هذيك الساعه كنت كنخدم انا في الحرجه والرغايم، كنت كنخدم في الحرجه والرغايم. كنجي لعند بنتي ديك الساعه هزو معايا الضوض، ما حملونيش علاش انا سكنت معاهم. قالت لي تيها توسخيني وتوسخي تسمى مع ولادي. ديك الساعه عاوتاني وليت خرج سكريت مدة 9 سنين دابا وانا كارية معايشة، كنخدم في الحرجة والغايب. منين عيا عاوتاني نمشي للديور ونجلس، كنمشي نقي القنبة في المرسى. المهم كنمشي عيدة وعيدة، كنلقط المصروف ديالي ود بنتي. اصلا عندي العيلة عندها الميكروفون بولا، دايما الدواء دايما 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 مكيخطانيش الدواء، عندها فقر الدم والميكروفون بولا.
وهي بقيت هايدة شهر 5 هذا اكتشفت عندي السرطان في الفسدر، ما دارنيش الحال، قلت لي دروني لي دايرة بيا، ما قال عليا حتى شي واحد، انا المرض عطى لي الله اللهم لك الحمد. كنقدرش دابا نخرج، ما عنديش الجد، هي سخفانة، هي برقية، ما عنديش الجد. المهم المعيشة عايشة، كتجي صاحبتي كتجيب لي حاجة من الفريكو وتعطيني الفلوس، يجيبو الناس باقي كيطلعو عليا كيعطيو يدبرو عليا، ولكن الكرا ما قديتش يعني، وانا ما عنديش شي حاجة باش نخلص الكرا، الكرا عندي مشكل فيه. كريت 80,000 فرنك. اه ودابا خصك تقريبا الرباط، مشكل عندي في الرباط، خصك تقريبا كل شهر كل 15 يوم تيطلع على الرباط، خصك المصروف، العلاجية، الدخل للمدرسة، ما عندي جينا باش نبوها، ما كيعقلش عينيا. كنمشي نقول عبد الله في الرباط ديال السرطان ديال تادي. لا ما عرفتهاش. الو. اذا نتمنوا من المحسنين بطبيعه الحال ودعوا قلوب الرحيمه اللي كيشاهدوا هذا اللايف هذا يبارطاجيه على اوسع نطاق. بغينا نتعاونوا مع السيده هذه، بغينا نتعاونوا بطبيعه الحال مع السيده هذه، بغينا نفرحوها بطبيعه الحال لانها مكلومه وكتعاني في الصمت للاسف الشديد. تفضلي المهم انا العيشه باش ما عطى الله، انا عايشه، انا ما عنديش مشكل في العيشه باش ما عطى الله، انا كندير مشكل عندي في الكرا، عندي في الكرا ما بقيتش قاده عليه، واللي مرضني هي العائله اللي دار بيا والوالدين اللي عندي، وما بحالي ما عندي شي. وباقا صارت له معاه ما باش قلت له انا مريضه خصني باش شي حاجه باش نداوها وديك الشيء، جاوبتني عمره الاب قال لي الا بغيتي شي حاجه تجبري الكارو طالعي عند باك الخدمه يحطك الطوبيس سمعت الخدمه ديالو شدي شي بركه وتسيري بحالك. ماما ما قالتش عليا مره، ما جات نهار الاول منها من الجيران، جاب داك الشيء اللي كتب لها منها من الجيران من تما ما شفتهاش، انا دخلت العمليه بوحدي وخرجت بوحدي. لا لا تجي واحد ما بسمعي، حتى الطبيب ما خلاني نجي نخرج، قال لي دابا ترجع جيتي على رجلك، كنت شي مسؤولة علينا، دابا درتي العملية ما قدروش يخليوك تخرجي بوحديتك. عيطت لواحد الجيران ديالي عند جاو عندو بشي عائلتهم من اسبانيا، هما اللي جاو مورايا بالطونوبيل، دابا انا ما ضرنيش المرض، قلت لي ضرني العائلة وما من العائلة والوالدين بالاخر. انا من مرات بقيت كنبغي شي واحد يجي عندي ويقول لي كيفاش دايره، بحال اللي جاني المرض في راسي، بحال اللي مرات، بحال اللي ما كنتش ما عرفتش راسي شنو وقع لي، دابا خصني ما كرهتش الدار، ما تخواش عليا، يقولوا لي كيفاش بقيتي جلسوا معايا، بقيت كنجلس بوحدي كنقول صافي انا مرات، كلشي عافني كلشي يسمح فيا، ما كيعرفش كيجي عندي. المهم الهضره كتجيني من البعيد، كيهضروا فيا وصافي، هادشي اللي كاين، علاش طلقت، علاش هادي، ولكن انا اللي كنت حاسه بهاديك 16 عام شي دازت عليا. انا ما الناس اللي كانوا في العماره كانوا كيشدوني وغسلوا لي وجهي من الدم وديك الشيء، كان غير الهراوه، ما كانش كيعرف غير الهراوه، كان كبير حشيش ويجي في النص الليل يفيقني، يبقى يقول كلام خايب قدام ولادو، مابقاش كتجيني الزنقه، راه يمكن يوقروني على داري. يتنخب لي على وجهي، ما اي اللي ما عطيتيش، ما جلستيش معاه وقصرتي معاه، ما يعطيكش فلوس المصروف، ما يدوزش لك شي نهار بخير، يضربك العدم اللي دوز، انا دوز العدم مني وعيش في الدنيا، ماشي دابا انا عندي 42 عام في عمري، انا عمال وانا كنشرب الدواء ديال المخد الاعصاب من عند الدكتور، مشيت مسبت الوالدين، كنبقى نفكر في الوالدين اكثر ملي كنفكر دابا في المرض ديالي. انا عندي عائلتي وعندي خوتي، تيجي واحد ما قال عليا اخص دابا، انا ما كنتش كنحس بلي كنت صحيحه، كنت كنقول الحين صافي كل واحد بغى حياته، كل واحد براسه، ولكن دابا انا ماشي قبيحه، انا في الاصل ديالي ماشي قبيحه، المشكل ديالي اللي كنخمم فيها، عمري ما كنت قبيحه مع شي واحد. يعني هادشي اللي اثر لك
بزاف انا مبقيتش كنقول نمشي نرتاح ونعدي راسي من هاد العيشه على حساب ما يمكنش بزاف. انا حتى شي واحد ما دايره معاه وشافوني حتى شي واحد ما دايره قبيح معاه ونقول ادي راه النتيجه ديالي انا كنت قبيحه. لا ما حافظهاش. زيرو ستة سبعة وثلاثين أربعة وستين ستة وأربعين أربعة وستين زيرو ستة سبعة وثلاثين أربعة وستين ستة وأربعين أربعة وستين. المهم النمرة التليفون ديالي اللي بغا يلاه يرحمها ليكم، اللي بغا يتعاون معايا يتصل بيا. الله يرحمكم بوالدي.